تكاد تمر سنة على ثورة 25 من يناير، سنة لم تخمد غضب المصريين الذين ما زالت تشتعل بهم شوارع القاهرة. وإذا كان المطلب منذ سنة سقوط حسني مبارك، فالمطلوب اليوم رحيل المجلس العسكري الحاكم. 9 قتلى شيع عدد منهم وسط غضب عارم، وأكثر من 350 جريحا. هذه حصيلة المواجهات الدامية الأخيرة، وهي الأعنف منذ أسابيع، في مؤشر على تصاعد التوتر بين المجلس العسكري والمتظاهرين الذين احتشدوا حول مبنى مجلس الوزراء والبرلمان، ملقين قنابل البنزين والحجارة على جنود استخدموا الهراوات والعصي الكهربائية بحسب شهود عيان. في المقابل نفى رئيس الحكومة كمال الجنزوري استخدام السلطة للعنف، وأدلى بتصريحات وصفها الثوار بالاستفزازية. أنا لا أراته وشفته امبارح وأمس والنهاردة، مش دول شباب الثورة، الشباب الجميل اللي خرج 25 يناير، والكثير منهم كلمني امبارح وقال دول مش بتوعي، دول مش بتاعنا، طلبت منهم ننزلوا. هل حد يقدر يقول لي إن الشاب أو الطفل اللي سنه 12 سنة ده سائر؟ ألم تروا على التلفزيون وهو يلقي الطوب على مجلس الوزراء ومجلس الشعب؟ هل ده سائر؟ فأنا بؤكد أنه لم يتقدم فرد واحد من الشرطة ليتعامل مع هذه المظاهرة، ولم يخرج القوات المسلحة من مبنى مجلس الوزراء ومجلس الشعب ليتعامل مع هؤلاء. أن ما يحدث في الشارع اليوم ليس ثورة، بل هو انقضاض على الثورة. ذكرت للشباب أنا التقيت ما يقرب من 350 شاب على مدى 11 يوم. ومن ميدان التحرير أفادت معلومات صحفية عن إحراق الجيش خيام المعتصمين وتفريق هؤلاء في محاولة لإخلاء المكان، إلا أن الحركات الشبابية المصرية مصرة على مواصلة الاعتصام.